جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. ابتليت المرأة بالأسفار في هذه الأزمان، إما من أجل الوظيفة ومن أجل الحصول على الراتب، وبطبيعة الحال قد لا تتوفر الوظيفة في البلد الذي تعيش فيه أو تعيش فيه أسرتها، وأيضا قد تسافر من أجل اللقاء بالزوج أو ما أشبه ذلك. هل من كلمة شيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ الحكم الشرعي لا يتغير في هذا، وهو اشتراط المحرم، الله المستعان، سواء كانت موظفة أو غير موظفة، سواء كانت تريد السفر إلى زوجها أو غير ذلك. الحكم باق إلى أن تقوم الساعة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أدت الوظيفة إلى أن تذهب المرأة بدون محرم وتسكن بدون محرم، هل من كلمة شفالة؟ هذه الوظيفة التي تحملها على السفر بدون محرم وظيفة محرمة، لا يجوز لها أن تخالف أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتخاطر بنفسها من أجل الوظيفة. فإذا حصلت على وظيفة في البلد الحمد لله، وإذا لم تحصل على وظيفة إلا ما يحتاج إلى سفر فإنها لا تجوز لها هذه الوظيفة إلا إذا توفر لها المحرم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. جزاكم الله خيرا. لعله مناسب جدا شيخ صالح أن نسأل عن سفر المرأة بدون محرم من أجل العبادة، من أجل الحج، من أجل الزيارة، جزاكم الله خيرا. لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لأي غرض كان، من أجل الوظيفة، من أجل العبادة، من أجل صلة الرحم وزيارة الأقارب، من أجل طلب الرزق إلى غير ذلك. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فلا يجوز لها أن تسافر لأي غرض كان إلا إذا توفر لها المحرم. والحج لا يجب عليها مباشرته إلا إذا توفر لها المحرم. قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط وجوب الحج على المرأة توفر المحرم لها. فإن قدرت على الحج ماليا وبدنيا ولم يتوفر لها المحرم فإنها تنتظر حتى يتوفر، فإن أيست من المحرم فإنها توكل من يحج عنها ولا تحج بدون محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معه رجل للجهاد في سبيل الله وقال إنه أو جاء إليه رجل وقال له إنه اكتتب في غزوة كذا وإن امرأته خرجت حاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو والجهاد في سبيل الله ليصحب امرأته ويكون محرما لها في الحج. نعم.